الله باذن الله. طيب خلينا نروح للزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي المتواجد في هذه اللحظات طبعا في مقر الاتحاد السكندري بخصوص هذه الزياره الهامه. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء الخير زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل التحيه للاستاذ الكبير محمود صبري، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لك يا امير، هنا مظاهره حب في الروح الرياضيه. قبل ما نتكلم على العلاقات ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، هي رساله بيرسلها النادي الاهلي، بيرسلها نادي الاتحاد لتوطيد الروح الرياضيه والعلاقات الطيبه اللي لازم تكون بين الانديه المصريه، واللي لازم تكون هي العنوان بتاع الفتره اللي جايه. النهارده النادي الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب بيلبي دعوه الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري النهارده بزياره نادي الاتحاد. دي تاكيد على العلاقات الطيبه اللي النادي الاهلي بيتمتع بيها طبعا، وزي ما قال الكابتن الاستاذ محمد مصلحي، الاهلي والاتحاد ابناء عمومه. عايز اقول لك ان الجميع هنا لنادي الاتحاد بيتزين لاستقبال الكابتن الخطيب، الجميع هنا فرحان. يعني عايز اقول لك من الامور المهمه كمان يا امير ان اداره نادي الاتحاد مسجله فيديوهات للكابتن محمود الخطيب بتذاع في كل الشاشات الموجوده هنا في نادي الاتحاد. ايضا تقدر تقول تاريخ نادي الاتحاد السكندري في اخر 50 عام النهارده كان في استقبال الكابتن الخطيب. لما تلاقي الكابتن شحتة الاسكندراني، تلاقي الكابتن الجارم الكابتن احمد خليل، الكابتن حسن ابو عبده المدير الفني طبعا، والدكتور حسن ابو عبده، والكابتن ناصر ابراهيم. يعني انا بقول لك يا امير، تاريخ النادي الاتحاد في 50 سنه النهارده بيتلخص في الجميع موجود فرحان بوجود الكابتن الخطيب طبعا، اللي في كلمته مع الاستاذ محمد مصلحي استرجع الكثير من الذكريات. ايضا ما انساش الحاجه زينب بوبو، يعني زوجة الكابتن رحمه الله عليه الكابتن بوبو، اللي يعني هتكون موجوده معانا يا امير. من الامور المهمه جدا الاطراف الحديث اللي كانت ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي، ان يعني كابتن الاستاذ محمد مصلحي يعني قبل اللقاء بدقائق طلب من الكابتن الخطيب، يعني وهم ماشيين طلب منه قال له يا كابتن الخطيب ايه رايك تيجي تلعب عندنا سنه ولا سنتين. طبعا الكابتن الخطيب حاله الحب والدعابه طبعا اللي كانت طبعا بينه وبين الكابتن والاستاذ محمد مصلحي. ايضا على نفس السياق يا امير، ان الحاج محمد مصلحي بيقول في عام 2014 لما طلبت من الكابتن الخطيب اللي يكون موجود في احتفال مئويه نادي الاتحاد السكندري، قال لي كلمه، قال لي يا محمد لو عايزني العب معاك المباراه انا هلعب. فقال لك طبعا احنا راعينا الظروف الصحيه للكابتن الخطيب، وقلنا ان يكون ضربه البدايه ما بين الكابتن الخطيب والكابتن شحتة الاسكندراني. انا معايا في هذه الاثناء يا امير واحده من رموز نادي الاتحاد وزوجه الكابتن بوبو، حاجه زينب بوبو هتكون معانا. حاجه زينب برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا عارف ان الكابتن بوبو بيتمتع بحب كبير جدا عند كل افراد المنظومه الرياضيه، لكن بصفه خاصه الكابتن الخطيب، وانت عندك كلام كتير جدا تقوليه للكابتن الخطيب وعلاقه الكابتن الخطيب بالكابتن بوبو. اولا انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا نادي الاتحاد السكندري ونورتوا اسكندريه كلها. طبعا الكابتن الخطيب عايز مجلد عشان اتكلم عليه على اخلاقه وعلى احترامه لزمايله، وبالذات كابتن بوبو. يعني رغم ان الناس كانت اخذه فكره ان بوبو كان ستيف قوي وكان بيعمل مشاكل، بس بوبو والكابتن الخطيب كانوا اكثر ناس بيحبوا بعض، واحنا عائليا متواصلين. هو راجل محترم جدا، وانا عمري ما هنساه وقفته معايا في وفاه الكابتن بوبو، ان هو حضر معايا الجنازه واخد معايا العزاء، وكان تعبان وكان ظهره بيوجعه، فقال لي انا هروح بقى. فوجئت بالليل ان هو واقف في الشادر بياخد العزاء، فانا عمري ما هنساله الموقف ده. وانا بحبه ومش بحبه، انا بعشق لورد الكره المصريه كابتن محمود الخطيب، كان منور النهارده النادي. كنت نفسي اقف اتكلم واقول له قدامه الكلام ده، بس هو متواصل معايا على التليفون، وهو اللي كلمني امبارح بالليل وقال لي انا جاي بكره اسكندريه ولازم اشوفك. فانا جيت له رغم ان انا لسه عامله عمليه كبيره قوي، ده يمكن اول مره انزل من شهرين من عمليه العمليه، بس ما اقدرش ان الكابتن الخطيب يبقى هنا في اسكندريه وما اشوفهوش. حاجه زينب قلتي لي لعيبه الكوره بالنسبه لي حاجه والخطيب حاجه تانية. طبعا يعني معلش مع احترامي لكل الاسامي الكبيره، طبعا وقت ما كانوا الناس الكبار دول بيلعبوا كانت اسماء كبيره جدا في النادي، بس انا كان لي راي تاني ان الكابتن محمود الخطيب ما جابتهوش الكره المصريه لغايه دلوقتي. مع احترامي لكل الاسامي ومش عايزه اذكر اسامي عشان ما حدش يزعل مني، لكن الكابتن الخطيب حاجه تانيه خالص، ده حد ربنا يحفظه يا رب ويبارك في عمره.
لو تفتكري بعض كلمات الكابتن بوبو عن الكابتن خطيب، كان بيحكي يتكلم عن الكابتن خطيب يقول ايه؟ كان بيقول يا راجل، هي دي وكلمة راجل وإنسان بتعني حاجات كتير قوي، مش لازم تبقى ليها تفاصيل، لكن كابتن خطيب إنسان، ومش عارفة يعني مهما هوصفه يمكن أنا شهادتي تبقى مجروحة لأن أنا بحبه، واللي بيحب حد دايما ناس بتفتكر أنه هو بيجامله، بس أنا مش بجامله، هو يستاهل كل خير وراجل مواقف، وأنا فرحانة جدا ونفسي أن الناس الأهلوية كلهم يفتخروا بيه ويبقى رئيس نادي تاني الأهلي مرة تانية إن شاء الله. كلنا بنفتخر بالكابتن الخطيب، والكابتن الخطيب ان شاء الله موجود في رئاسة النادي الاهلي ان شاء الله، وده حاجه تشرف مصر، كفايه اسمه في الدنيا كلها. يعني انت النهارده لما تلاقي مثلا يذكر الكره المصريه بيذكروا 3-4 اسامي، اولهم الكابتن محمود الخطيب، وده شرف لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس. شكرك يا حاجه زينب. العفو، انا بشكركم على تواجدكم ونورتوا اسكندريه كلها، اهلا بيك. زي ما سمعت يا امير، ده كان لقانا مع الحاجه زينب بوبو، وقالت الكابتن خطيب مش فخر وشرف لي النادي الاهلي، ده فخر وشرف للكره المصريه. انا موجود معاك هنا امير من احد القلاع المصريه الرياضيه العتيقه، قلعه نادي الاتحاد، لو في اي استفسار او اي تساؤل. في الحقيقه يا فاروق، انت قلت لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق بهذه الزياره، بس انا عايزك تحطنا في الصوره بشكل اكبر بخصوص استقبال اعضاء الجمعيه العموميه في الاتحاد الاسكندري للكابتن محمود الخطيب، والاستعدادات لهذه الزياره كانت ازاي؟ اشرح لنا كل الكواليس اللي انت اكيد شفتها من حواليك خلال هذه الزياره فاروق. يعني خليني اقول لك يا امير واقربك من الصوره، من بدايه من دخول الكابتن الخطيب الى يعني بوابه نادي الاتحاد السكندري، الجميع كان في استقباله، كابتن الحاج محمد مصلحي، جميع اللعيبه القدامى، جميع الاعضاء، الجميع تسابق طبعا يا امير انت عارف للالتقاط الصور التذكاريه. وبخصوص هذا الامر الحاج محمد مصلحي كان ليه كلمه مهمه جدا في لقائه مع الكابتن الخطيب، قال لك يا جماعه الخطيب ليه كاريزما، ليه طله، يعني الكابتن الخطيب اللي ما شافوش حتى في الملاعب او ما اتفرجش عليه في الملاعب، يعني قال لك في اطفال بشوفهم عندهم 10 سنين بيجروا يتسابقوا على التقاط الصور مع الكابتن الخطيب، ودي الكاريزما والطله اللي هي بتبقى حاجه بتاعت ربنا يا امير. فعلا. الجميع هنا الاعضاء طبعا تسابقوا على التقاط الصور مع التذكاريه والالتفاف حوالين الكابتن الخطيب، طبعا الكابتن الخطيب خد جوله تفقديه برفقه الاستاذ محمد مصلحي لتفقد منشآت النادي، الدخول للملعب، المبنى الاجتماعي، الجيم والصالات الرياضيه الموجوده، ايضا لقائه مع مدربي قطاع الناشئين في نادي الاتحاد السكندري. الاعضاء النهارده يعني تقدر تقول يا امير كلنا ما حدش فينا ما بيحبش الاتحاد، لكن الشيء اللي بيجمع عليه الجميع ان الاتحاد كل جماهير الاتحاد بتعشق النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي. النادي الاهلي يا امير بيتمتع بعلاقات طيبه مع كل الانديه، حتى يعني كلام الاعضاء الجمعيه العموميه، احنا بنشجع النادي الاهلي وبنشجع نادي الاتحاد، الاعضاء الجمعيه العموميه اللي عايز بقول لك يا امير الاطفال صغار كبار الجميع بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه. ايضا بقى بعض الاحاديث اللي ما بين الكابتن الخطيب طبعا والاستاذ محمد مصلحي على حركه التطوير والبنيه التحتيه في النادي خلال الفتره القادمه، والحاج محمد مصلحي يتكلم على الاطار اللي بيسير عليه النادي الاهلي على نفس نهج الدوله المصريه، انت شايف حركه البنيه التحتيه وحركه الاعمار اللي بنشوفها في الدوله المصريه في مع فخامه الرئيس السيد الرئيس فتاح السيسي، النادي الاهلي بيسير على نفس النهج. طبعا بارك للنادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بالاقصر، و يعني اشاد بحركه الانشاء اللي بتتم ايضا فرع التجمع اللي ان شاء الله قريبا ايضا في فروع النادي الاهلي المختلفه، وقال انا طبعا انا حريص اشد الحرص ان انا اكون اول الناس اللي تبارك وتهني النادي الاهلي. عايز اقول لك برضو امير ان الاعضاء هنا يعني الاعضاء كان يعني قبل قدوم الكابتن محمود الخطيب الجميع واقف امام الشاشات اللي بيتعرض عليها اللقطات التاريخيه للكابتن الخطيب، يعني دي من النقاط المهمة جدا، في أهداف كتير مننا ما شفاش، كنا بنشوف النهارده الأعضاء قاعدين بيتفرجوا وبيتغنوا بأهداف الكابتن الخطيب اللي ملأت شاشات نادي الاتحاد السكندري اللي كان مخصص فيديو تسجيلي للكابتن الخطيب، الجميع بيتغنى، كابتن الخطيب طبعا اتكلم مع الكابتن الجارم على بعض الذكريات في المباراة عام 87، وأيضا اتكلم على الذكريات مع الكابتن بوبو والكابتن أحمد خليل. تقدر تقول يا امير هي مظاهره في حب النادي الاهلي والعلاقات الوطيده دايما اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، ودايما هي دي الرساله اللي بنقول عليها الروح الرياضيه عنوان أكيد. كل شيء اكيد. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا المميز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، واللي كان معانا من مقر الاتحاد السكندري بخصوص زياره الكابتن محمود الخطيب لهذا النادي الكبير والعريق.